هي امرأة تسأل فتقول إن زوجها إذا غضب على أبنائه فإنه يتلفظ عليهم بألفاظ لا تليق فيقول لهم أنتم أبناء عاقون في صغركم فكيف إذا كبرتم، وذكرت كلاما آخر. تقول هل يعد هذا من التسخط على قضاء الله؟ وما نصيحتكم لزوجي في هذا؟ إذا كانوا فعلا عاقين له فله أن يقول لهم أنتم عاقون لأجل أن يرتدعوا ويتركوا العقوق، أما إذا كانوا غير عاقين فلا يجوز له أن يقول لهم هذا. نعم.